من أهم الظواهر الفلكية السنة دي اقتران القمر بكوكب المريخ، ودي ظاهرة نادرة بين كل المتابعين للظواهر الفلكية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، نورنا في صباح الخير يا مصر. ويعني بعد التحية نحب نعرف من حضرتك يعني إيه بقى ماذا تعني هذه الظاهرة، إنه يعني إيه القمر يقترن بكوكب المريخ، ليه بيسموا هذه الظاهرة اقتران؟ أولا صباح الخير على حضرتك وكل المشاهدين، وصباح الخير يا مصر، ويوم سعيد إن شاء الله. ظاهرة الاقتران هي ظاهرة، مش عايزين نقول نسميها يعني خداع بصر، هي ظاهرة بصرية بنشوف سواء جرمين سماويين أو أكثر من جرمين على استقامة واحدة، وبنسميهم اقتران مع بعض برغم المسافات ما بينهم قد تكون آلاف قد تكون ملايين الكيلومترات زي المسافة بين القمر والمريخ، لكن نتيجة إن كل جرم منهم في المدار بتاعه جاء في التوقيت ده موازي للجرم الثاني فبنشوفهم، ودي يعني اقتران ظاهري، لكن هم طبعا مسافة بعيدة. وجود القمر والمريخ امبارح والنهاردة قريبين من بعضهم في نفس الخط المستقيم للراصد من الأرض أدى لظهور ظاهرة الاقتران دي. هي مش فريدة، متكررة على مدار العام أكثر من مرة، لكن يمكن الجميل اللي فيها طبعا عارفين كوكب المريخ بلونه الأحمر المتميز، ما يثار حواليه في الفترة الأخيرة وعدد كبير من البرامج الفضائية لاكتشاف المريخ، وجود حياة عليه، وجود مياه يصلح لحياة أدمية من عدمه. يمكن أحدث البرامج الفضائية اللي عليه مسبار الأمل من دولة الإمارات الشقيقة، كل ده بيخلي يعني ناس كتير مهتمين بالمريخ ورصده والظواهر المتعلقة بيه. وطبعا اللون الأحمر المميز ليه، واللي حتى خلى الرومان يستخدموه إله للحرب، ده خلى برضه يعني نوع من الزخم الإعلامي حوالين المريخ. طيب يمكن هو دكتور جاد بعد إذنك، في بعض الناس بيقولوا إن هي حجب، فحضرتك بتقول ان هو اقتران ما هوش حجب؟ لا مفيش وعايزين نعرف يعني الفرق ما بين الاثنين. هو هيكون في تقابل مع الشمس واضاءته هتكون شديده الى حد ما عن بقيه الاوقات على مدار العام، لكن حجب لن يحدث حجب طبعا. طب يا فندم يعني الظاهره دي ممكن تفيدنا بايه؟ لهواة وعشاق الفلك طبعا هي ظاهرة جميلة زي ما قلت لحضراتكم، المريخ وما يدار حواليه من كلام ومعلومات، لكن علميا بالنسبة للفلكيين ورصيد الفلك كل ظواهر فلكية دي يعني أولا جزء منها بيأكد الحسابات الفلكية. حضراتكم تعرفوا إن إحنا عندنا دايما في لغط في بعض الشهور العربية رؤية الهلال وصمنا صح وصمنا بدري أو صمنا متأخر، كل الظواهر الفلكية الكبيرة دي من شأنها المساهمة في تدقيق الحسابات الفلكية. وجود المريخ في التقابل مع الشمس والإضاءة الكاملة ليه بتدي فرصة أيضا لاستكمال أعمال الأرصاد اللي بتتم على المريخ، سواء من على الأرض من التلسكوبات الأرضية أو من البرامج اللي شغال عليه، وفي أكثر من مركبة فضائية حاليا على سطح القمر سواء من ناسا أو من الصين. طبعا اللي معاه تلسكوب صغير شوية أو كاميرا معظمة يقدر يعني يرصد تفاصيل أكثر لسطح المريخ، ويقدر يلاحظ القمرين اللي بيدوروا حواليه. كل دي يعني معلومات فلكيه بتكون مهمه جدا، بالاضافه للاستمتاع برصد الظاهره، وخاصه ان القمر في طور البدر الاضاءه بتاعته جميله بتدي يعني متعه للمشاهد، خاصه ان هم يكونوا موجودين طوال الليل من بعد شروقهم او بعد الغروب بشويه لحد قبل شروق الشمس صباحا. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.